رسميا شركة شاومي تطلق أحدث هواتفها الجديدة التي تم طرحها مؤخرا في الصين، والآن وصلت النسخ العالمية منها التي سيتم إطلاقها يوم 12 جوان، وستكون متاحة للبيع عالميا على موقع علي إكسبرس. وتتمثل هذه الهواتف في هاتف ريدمي نوت 12 اس وريدمي نوت 12 برو الجديدة كليا، والتي سيتم إطلاقها في السوق العالمية. وفي هذا الفيديو سنتعرف على مواصفاتها وسعرها الرسمي، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ، إذا كنتم جدد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتابعونا على موقعنا معلومة ويب ليصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم خوتي، أتمنى أن تكونوا بخير ومرحبا بكم في قناتكم جي بي آي تك في فيديو جديد. هذا هو الإصدار المفضل من شاومي ريدمي نوت، وهو ريدمي نوت 12 برو 4G النسخة العالمية، والذي يأتي مع معدل تحديث 120 هرتز، الشاشة أموليد، ومع معالج سناب دراجون 732 جي من كوالكوم، وبطارية كبيرة بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وكاميرا خلفية بسعة 108 ميجا بيكسل. جاء هاتف ريدمي نوت 12 برو بظهر من الزجاج وبحواف من البلاستيك، الكاميرات بارزة نوعا ما، لكن يمكن حل هذا المشكل بوضع كفر السيليكون الذي يأتي مع الهاتف. في الجانب الأيمن نجد زر رفع وخفض الصوت مع زر التشغيل المدمج به بصمة الأصبع بأداء سريع، ولن تجد معها أي مشكل. من الأعلى نجد منفذ السماعة السلكية 3.5 ملم مع سبيكر ومايكروفون إضافي لتصفية الصوت، والآي آر بلاستر الذي يسمح لك بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من الهاتف فقط. أما في الأسفل نجد مدخل شريحتي الاتصال نانو سيم، بحيث يمكنك وضع شريحتين معا أو شريحة واحدة مع بطاقة ذاكرة تخزين، بالإضافة إلى منفذ الشحن تايب سي ومايكروفون خاص بالمكالمات وسبيكر ثانية، وهذا يعني أن الصوت من نوع ستيريو ويقدم لك تجربة ممتعة من حيث الاستماع للمحتوى. كما جاء بوزن 201.8 غرام وبثلاث ألوان، الأزرق والأبيض والرمادي. جاء الهاتف بشاشة من بين أفضل الشاشات الموجودة في نفس الفئة السعرية له، جاءت بحجم 6.67 إنش من نوع أموليد بدقة Full HD Plus بمعدل كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش مع معدل تحديث 120 هرتز، وتدعم Dolby Vision، وسطوع الشاشة يصل حتى 1000 نيتس، يعني شاشة واضحة تحت الشمس. في العموم الشاشة ممتازة بألوان جميلة، ولا يوجد أحسن منها في نفس الفئة السعرية. كما جاء الهاتف بأربعة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f1.9، والكاميرا الالترا وايد بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجا بيكسل، واحدة خاصة بالعزل والثانية للماكرو، بالإضافة إلى فلاش ليد. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل، تدعم الكاميرا تصوير فيديو بجودة 4K بمعدل 30 fps، والفول اتش دي بمعدل 30.60 fps، والاتش دي بمعدل 30 fps. جاء الهاتف بمعالج من كوالكوم، وهو سناب دراجون 732 جي، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف ريدمي نوت 10 برو السابق، لكنه معالج لا بأس به سواء في الاستخدام العادي لهاتف كالتنقل بين التطبيقات، أو الاستخدام المكثف كالألعاب ومعالجة الصور، لأن المعالج له دور أيضا في معالجة الصور بالإضافة إلى الكاميرا أيضا. بالنسبة للألعاب، الهاتف يشغل PUBG على 40 FPS، ولكن مع ذلك عند اللعب ستجد سلاسة في اللعبة مقارنة بهاتف آخر في نفس الفئة السعرية لها. وكخلاصة لأداء المعالج سواء في الاستخدام العادي كالتنقل بين التطبيقات، أو الاستخدام المكثف كالألعاب، فالهاتف سيكون مناسب في كلتا الحالتين. جاء الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة شاومي ميو اي 13، كما جاء مدعم بنسختين في الرام 6 او 8 جيجا بايت في الرام مع 128 جيجا بايت في التخزين من نوع UFS 2.2، ونسخة 8 جيجا بايت في الرام مع 256 جيجا بايت في التخزين، كما يدعم إضافة ذاكرة تخزين خارجية للهاتف تصل حتى 1 تيرا بايت. بالنسبة للبطارية، الهاتف جاء ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 67 واط، مما سيشحن البطارية من 0 حتى 100% في 41 دقيقة فقط. وإذا كان استخدامك للهاتف خفيف لن تحتاج لشحن الهاتف قرابة اليومين، أما إذا كان استخدامك مكثف فستدوم معك اليوم كامل. كما يوجد ميزة أخرى في الهاتف كالNFC والIR بلاستر والOTG والGPS، ويدعم الهاتف أيضا شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، كما يدعم ذاكرة تخزين خارجية تصل حتى 1 تيرا بايت، ويدعم شبكة اتصال الجيل الرابع 4G، ويدعم أيضا بلوتوث بإصدار 5.0، كما يدعم مكبر صوت ثنائي من نوع ستيريو، ويدعم أيضا مستشعر البصمة، وتأتي مدمجة بزر الطاقة، كما يدعم خاصية الفيس انلوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه، ويدعم أيضا منفذ السماعات 3.5 ملم.
أما بالنسبة للسعر فجاء الهاتف بسعر 204 دولار ما يعادل بالدينار الجزائري حوالي 42800 دينار جزائرية لنسخة 6 مع 128 جيجا بايت، وسيكون متاح للبيع يوم 12 جوان. فأنصحكم بأن تغتنموا هذه الفرصة، أي فرصة التخفيضات، وللشراء سأترك لكم رابط الهاتف تحت هذا الفيديو في الأسفل أو في أول تعليق. وما تنسوش خوتي تستعملوا أكواد التخفيضات هذه اللي غادي تظهر قدامكم في الشاشة. بخلاصة الهاتف ممتاز، وهذا حسب المواصفات التي جاء بها، ومميزاته تتفوق على عيوبه، ومن بين هذه العيوب هي الأندرويد 11. كنا نفضل لو جاء بأندرويد 12 أو 13 مع الواجهة الأخيرة لشاومي ميو آي 14 لكان أحسن. وثاني عيب هو حساسة التقارب، من الأفضل لو كان كهاردوير. تعتبر هذه أهم العيوب في الهاتف. أما بشكل عام الهاتف يعتبر جيد من حيث الأداء والشاشة والتصوير، ويستحق كل دينار تضعه فيه. الآن ننتقل إلى أخوه الأصغر وهو الريدمي نوت 12S، حيث جاء بشاشة أموليد برؤية ممتازة وبطارية كبيرة مع شحن سريع 33 واط وكاميرا بجودة عالية بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى صوت ستيريو والعديد من المميزات التي سنتعرف عليها أيضا. الهاتف جاء بظهر من البلاستيك بحواف دائرية مع كاميرات بارزة نوعا ما. يمكن حل هذا المشكل بوضع الكفر البلاستيكي الذي جاء مع الهاتف، كما يوجد بصمة جانبية مدمجة بزر التشغيل، أداؤها جيد بالإضافة إلى أزرار رفع وخفض الصوت. في الأعلى الهاتف محافظ على مدخل السماعات 3.5 ملم مع مايكروفون إضافي لعزل الضوضاء ومكبر صوت مع الاي ار بلاستر للتحكم في التلفاز والأجهزة الإلكترونية الأخرى. وفي الجانب الأيسر نجد مدخل شرائح الاتصال مع ذاكرة خارجية، يمكنك تركيب شريحتي الاتصال نانو سيم مع ذاكرة خارجية تصل حتى 1 تيرابايت في نفس الوقت. ومن الأسفل نجد منفذ الشحن مع سبيكر ثاني ومايكروفون للمكالمات. وزن الهاتف 176 غرام، وجاء الهاتف بثلاث ألوان، الأسود والأزرق والأخضر. جاءت الشاشة بمقاس 6.43 إنش من نوع الأموليد بدقة Full HD Plus وبسرعة تحديث 90 هرتز مع معدل كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش، وبسطوع يصل حتى 750 نيتس. الشاشة تقدم لك رؤية ممتازة لمشاهدة المحتوى على الهاتف. أما فيما يخص الأداء، فالهاتف جاء مدعم بمعالج من ميديا تاك هيليو جي 96 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر مع معالج رسوميات مالي جي MC2. يقدم لك الهاتف تجربة ألعاب ممتازة بدون أي مشاكل، ويبقى الخيار المفضل في هذه الفئة السعرية بالنسبة للألعاب مقارنة بالسعر طبعا. كما جاء بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة شاومي الأحدث ميو آي 14، وجاء بعدة نسخ في التخزين 6 جيجا بايت في الرام من نوع LPDDR4X مع 64 أو 128 جيجا بايت في التخزين من نوع UFS 2.2، أو 8 جيجا بايت في الرام من نوع LPDDR4X مع 256 جيجا بايت في التخزين من نوع UFS 2.2. كما يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت ميموري تصل حتى 1 تيرابايت أيضا. أما الكاميرات فجاء الهاتف بثلاث كاميرات، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع. أما الكاميرا الثالثة فهي خاصة بالماكرو وجاءت بدقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش ليد. وطبعا الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل ستقدم لك صور ممتازة جدا وتدعم تصوير فيديو بدقة فول اتش دي، والاتش دي بسرعة 30 اف بي اس. أما الكاميرا السيلفي دقتها 16 ميجا بيكسل وتصور فيديو بدقة فول اتش دي بسرعة 30 اف بي اس. في العموم الكاميرا تعطيك جودة ممتازة في التصوير. كما جاء الهاتف بصوت ستيريو يقدم لك تجربة ممتازة في الاستماع للمحتوى بشكل عام. جاء الهاتف ببطارية كبيرة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بسرعة 33 واط، بحيث سيشحن لك البطارية في ظرف قياسي، والبطارية جيدة وستدوم معك لوقت أطول من الاستخدام المكثف. كما يوجد في الهاتف مميزات أخرى كالبلوتوث بإصدار 5.2 ويدعم الاي ار بلاستر والجي بي اس واو تي جي، كما يدعم مستشعر البصمة والتي يأتي مدمج بزر الطاقة، كما يدعم أيضا خاصية فيس انلوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه. يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب، ويدعم مدخل السماعة 3.5 ملم، كما يدعم مستشعر تقارب حقيقي. فيما يخص السعر، فالهاتف سيكون بسعر 208 دولار ما يعادل بالدينار الجزائري حوالي 43600 دينار جزائري لنسخة 8 مع 256 جيجا بايت، وهذا سيكون يوم 12 جوان. فأنصحكم باستغلال الفرصة لشراء في فترة التخفيضات هذه. ولمن هم مهتمون جميع روابط الشراء سأتركها لكم أسفل هذا الفيديو أو في أول تعليق مثبت. وما تنسوش خوتي تستعملوا أكواد التخفيضات هذه اللي غادي تظهر قدامكم في الشاشة. ولمزيد من التفاصيل عن الهاتفين سأترك لكم مقال مفصل عنهما تحت هذا الفيديو.
وفي الآخر أصدقائي لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم في التعليقات عن هذه الهواتف الجديدة من شاومي، وهل تستحق الشراء أم لا. وإذا كنتم أول مرة تشاهدون فيها القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء، وهذا لدعمنا، وشكرا لكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.